القدوس يا هذه ما أجملك. من مدني يا تنهلك ما أبدأ على عينين ما نرى الخدين. مثل العيون النعاسي. هيا طابوا هيا طابوا هيا لعبوا. هيا الربيع هيا الزهور هيا الوداد هيا الوداد هيا يا نادي
إلا على فكرة يا سيد داهر، ما وصلكش خبر عن البضاعة اللي وصلتك عليها؟ أيوة، وصلني خبر بإن القفلة في الطريق ومنظور وصولها بعد كم يوم إن شاء الله. على السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم وشرفنا. عيد وانت بخير يا ولد. وانت بخير يا ولد. انا جبت لك هديه صغيره. أنا مش عارفة أشكرك كتير. الله يخليك لي ويديم عزك وأشوفك في كل عيد أسعد الناس. تشكريني؟ على إيه؟ أنا أتمنى لو أشتري الدنيا كلها وأهلها. يا بختها، حدنا للأمانة اللي هي فيها عاملها ست البيت. كأنها مزينة شرمات. دايماً مسحوبين من اللي فات. محدش يكوي في قلبها. لما اشوف مين بينادي. ايه ده انت حومه؟ ايه؟ انت فين يا اخي؟ خبرنا يا سيد منصور. ده انا حست نمح عليك. الراجل ده هو سلق لي جثتي بالميه السخنه وبعدين كسر لي عظمي. تقولش بيدلك طار. انت مالك؟ ما هو حاكم افرس ما بيسمعش. صباح الخير يا سيد منصور. يا سلام يا اخي على دمك. يا سلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. القصد بقى شرفنا يا سيد منصور. انا ليه؟ هو انا مستغني عن جثتي؟ ايه اخي، اتاري الحمامات حالها واقف. صباح الخير يا سيد باهر. صباح النور يا سيد منصور. يا اخويا. ايه مالك؟ هرالي جثتي. مين ده؟ المكيساتي. اتاريك يا سيد النصر. لا ده من الحب.
حب. اه حب بنت الحال. لا بنت مرجان. ها شهد؟ طبعا شهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. السلام عليكم. تفضل يا سيدي. هي الأخلة قامت إمتى من الشام؟ المفروض إنها قامت أول الشهر. أمال اتأخرت كده ليه؟ إيه ده؟ ياهو الغايب حجته معاه؟ لكن إحنا دفعنا العربون من زمان. طب ويعني إيه؟ لا مفيش حاجة، بس هو اللي قلقان شوية. يرجبه يا إخوانا ده الصبر طيب. يا عالم ده الصبر مفتاح الفرج. اصبر تنول المرام. نعم يلا بينا يا جماعه. يلا ابو بدر انتوا انستونا قوي. الله يهديك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هم مالهم قلقانين كده ليه؟ انا اللي قلقان يا ابو سيدي. ليه؟ القفلة اتأخرت المرة دي. طيب انت واحد مضمون؟ ده راجل ما عندوش أدب. معذور. إن رجعوا لك تاني ارمي لهم العربون في وشوشهم. هو أنا لو كان معايا كنت أستحمل كلمة واحدة؟ إزاي؟ أنت مش غريب يا مصطفى. أنا دلوقتي ما بقاش عندي حاجة أبدا. خبرك. حبك لوداد ما خلكش تعمل للفلوس قيمة. Thank you.
ايه جرى ايه؟ حصل ايه؟ الواد ده اتلت كبير يوم الاثنين قبل غروب الشمس. وبعدين؟ واحنا ماشيين في الصحراء قدامك من هنا لبكره، يا ترجع لنا فلوسنا يا نشتكي. تفضل. ذنبك على جنب. قابلتهم وكسرت وراهم أوارة، مش عارف أجيب لهم فلوس منين. أخي مفيش حد من أخوانك ينجدك؟ هو في حد بيسلف حد الأيام دي؟ جرب جرب ما تقطعش العشب.
السلام عليكم يا عم. اهلا يا ابني اهلا. انت فين؟ حرمني منك ليه؟ انا كل ما اشوفك كاني شفت المرحوم والدك. الله يبارك فيك يا عمي. اتفضل يا ابني استريح. مالك؟ انت كنت عيان؟ لا مفيش حاجة يا عم. لا لازم في حاجة، انت مش زي عوايدك. قولي، القفلة اتنهرت والدين ركبني من كل ناحية. قفلة؟ قفلة ايه يا ابني؟ قفلة البضايع اللي كان جاية من الشام، واخد عربون من تجار، وفي ذمتي فلوس كتير ومش عارف اعمل ايه. لا حول ولا قوة الا بالله. هون عليك يا ابني، انا عندي 1000 محبوب. اهو ده العربون اللي خدته، والبضايع اللي في الدكان تغطي بقية الزمامات. فرجت، رد العربون وصبر التانيين. اصبر التانيين؟ الناس ما بقاش عندها ثقة فيا، ويصعب عليا دكان ابويا تروح لواحد غريب. خد انت الدكان وصبر. طيب اذا كان ده يريحك، وعلى كل حال الدكان محفوظة وربنا يعدلها وترجع تاني وتاخدها. كتر خيرك يا عمي. استغفر الله العظيم. خد، خلي الحجة دي عندك. استغفر الله العظيم يا ابني، هو في بيننا وبين بعض تكليف؟ ما كانش كده ما اقدرش اقبل الفلوس. طيب. الحمد لله ربنا فرجها. صح بقى انك تسدد لي حساب اللي عليك. حسابك ايه؟ هو المعاد لسه جيت يا اخي. واذا كان هنعمل الفلوس اهي قدامنا اهي. صلوا على النبي يا جماعه، واحمدوا ربنا اللي جات لنا فلوسنا بخير. استنوا بقى اما نعدهم علشان نديله السند بتاعه. عد يا سيدي بقى، عد عد. يا اخي مش كنت تتقل عليهم شويه؟ يعني دلوقتي هتعمل ايه؟ ادي القرشين اللي معاك ودفعتهم في الدين، يا ترى هتبطل التجارة ولا ايه؟ كفاية راحة ضمير يا منصور بتسديد الناس دول واخلص اللي فاتوا، وربنا يعدلها. امين يا سيدي امين. والله القرشين دول فيهم من حبة عيني. هو سباهر ماله؟ سباهر ما فلت خلاص واتقفلت وكلته. لا زي ما بقول لك، تعرف انه غلبان قوي؟ دول سرقوا له قفلته المسكين كلها. يا سلام يا سلام يا سلام. لا الزمن صعبان عليا قوي. تعرف لو كنت انا اللي جرالي كان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قالي انا اللي جراله هو، تعرف كان عمل فيا ايه؟ ايه؟ كان فضحني في السوق كله. طب وانت ما تعامله بالمثل؟ انا؟ ده انت تبيك على نياتك. يا ريت كنت اعرف يا عم مبارك. اتكل عليا انا. كده؟ طيب خد دول علشانك بقى. ما تخلي. خلي خلي. الهي ما يفضحك. لكن دي مش عادت وتأخر للسعادة. روح يا عم انت، هو عند عم ياسي. هو في احسن منه؟ لا احنا مستنيين السيد باهر. سيد باهر ما اتقفلت وكلته. قفلت؟ عجباك النقطة دي؟ يلا بينا. إلا جمال واحد. يا عم لا جمل ولا جمال. إيه؟ يا الله. ضربوا له مكان له مسير. حاجة. سمعت كده إن قالوا إيه؟
ايه؟ سمعت الباهم قراره ايه؟ بس يا اخي انا بكلم عربي، سمعت الباهم قراره ايه؟ سباهي. ايوه معلش بكره يتصلح عقبال مناخيري. طيب يا عندك طيب شفت بتاع الباهم كان عايز زي الملوك يفضل فلوسه يمين وشمال. فلت واتقفلت وكلته. في هو اللي فات باهر؟ باهر الكلام ده انا عامل المنصور بتاعه قدام جديد لسه ما عرفتش ثمنه. معلش ما تلبسه في الافراح. أحبك إن لونك مثل حظي سواد في سواد في سواد. ملياش نفس من كتر تفكيرك. واعمل ايه؟ من شاف لو ان هانت عليه بلوته. شاهد هذا بتشتغل بيه. عندي ميعاد مع واحد تاجر من الشام. الله ينجح مصر كريم. نور يلا بينا. يا نعم. صنية بحالها اهو زي كل يوم. مش ترحمي نفسك شوية؟ شوفي بقيت ازاي. صعبان عليا باهر. وهتعملي ايه اكتر من اللي عملتيه؟ انا لسه عملت حاجة كفاية ريحت سختك اهو كله من خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ولك يا صبي جيب قهوة هو. يا سيدي الحاج سليمان قال لي إن حضرتك عاوز تقابلني. إيه حصل خير؟ مشان بدي أحكي لك بخصوص التجارة طبعي. أنا تحت أمرك. بريد أرسل لكم الحراير من مصنع طبعي مشان تبيعوه بواسطتكم هون في مصر. كل ممنونية. وأنا أيضا ممنون خير. وايش شروطك؟ بنصدر لكم البضاعه وبتبيعوها لحسابنا.
بكل سرور. ايه لكن ايه؟ بدنا تأمين. سامع؟ بده تأمين. طيب يا اخي نديله. والتأمين ده بقى يبقى قد ايه؟ منه مبلغ جسيم 500 محبوب. 500 محبوب. والله شوية. طيب بعد يومين ارد عليك. بتكون مطمن سيدي من جهة البضاعة طبعا. حرايرنا من اعلى صنف. حراير كقولك. مفهوم. السلام عليكم. مع السلامة. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. حصلت البركات فيي. اهلا وسهلا. التاجر الشامي طالب تأمين ولا عنديش. يا سيدي روق بالك. ده الصبر طيب. أي بكرة تفرج. تفرج منين يا منصور؟ ما هو لو كان الأمر يخصني وحدي كان يهون. لكن وداد المسكينة مش قادر أشوفها في الحالة دي. وداد صحيح مظلومة معانا. القصد بقى أما أروح أقول لها إنك جيت. أهلاً، ده أنا كنت جايلك.
عملتوا ايه في التاجر الشامي يا منصور؟ ان شاء الله يكون خير. ولا خير ولا حاجة. طلب تأمين ولا فيش فلوس. دي النتيجة اللي كنت منتظرها. منصور، أنا فكرت في طريقة تجيب فلوس لباهر. إيه هي؟ ليه ما يبيعنيش يا منصور ويحسن حاله؟ يبيعك يا خبر؟ ومين يا ستي اللي يقدر يقول له على كده؟ اتفضلي قولي له أنت. أيوه، أنا هقول له. وأنت كمان قول له يا منصور. وساعدني في التضحية دي علشانه. وداد، أنا عرفت إنك ما اتفقتش مع التاجر. لسه ما اتفقناش. علشان طلب تأمين، والتأمين مش موجود. صحيح. اسمع يا باهر، أنا هقول لك كلمة ولو إنها صعبة صحيح، لكن لازم نواجه الحقيقة ولو مرة. كلمة صعبة؟ إيه هي؟ كلمة بعيدة عن التصور، لكن مفيش طريقة تانية، لابد من التضحية. تضحية؟ لابد من التضحية. بعني يا باهر. إيه؟ أيوة بعني، تتحصل على المال وترجع تجارتك تاني. أبيعك؟ بتقولي إيه؟ جرالك ايه يا وداد؟ مستحيل نصبر على الحالة دي، ما يمكنش نعيش كده، ما يمكنش نعيش كده، أنا بتألم وقلبي بيتقطع كل يوم، بعني، بعني يا باهر، بعني، 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 وداد، وداد، منصور، وداد عايزانا بعه، بتقول ما بقتش طايقة العيشة دي. معلش، هدي نفسك شوية واسمع مني كلمتين صغيرين ولا تزعلش من كلمة الحق. بقى مش حرام عليك إن وداد تقاسي معانا الشدة دي اللي احنا فيها، مع إنها متعودة طول عمرها على البحبحة والعز والخير الكتير؟ اسمع، إن كنت بتحبها صحيح انسى نفسك وبيعها وضحي علشانها. انا ضحي كل شيء علشان سعادتها يا منصور. اديك عجبتني وانا عم اللي احكم لك بالمأمورية دي. شوفوا غزاله المصريه، مغنى وطرب. اسمع وداد،
نحن وطرف. Thank you.
اسمها وداد. وداد اسم جميل وصوت اجمل. دي كروان. والله دي بلبل يا عم. صحيح. حضرتك لك رغبة تشتريها؟ ايوه. وانا كمان. عال بيد الخير شيرين. تدفع كام؟ الف محبوب. 1200. 1400. 1600. 1800. 1900. كفاية كده. الفين محبوب. مش هتزود حاجة؟ يا ريت. ما اقدرش. اتفقنا. الله يبارك لك. اي بسيط. Yeah.
الحمد لله. أنا عارف أنت بتفكري في إيه. بفكر في إيه؟ ما تخبيش، أنا فاهم. انت محتاجة للشاب اللي يفهمك. انا مش محتاجة لحد. لكن انا بحبك. احترم عمك. ومداوم على شرب الدواء؟ البركة في ودادي، دايما فكراني. اتفرج على نفسك يا اخي.
انا برضو عايل همك، لكن ايه؟ مش لازم تستسلم للافكار. ازاي يا مصروف؟ دي وداد كانت كل املي في الدنيا. يا اخي اشتغل، اسعى للرزق، راجع عقلك، وانت ان شاء الله ترجع زي ما كنت واحسن ما كنت، وترجع لك وداد. يلا بينا، احسن التاجر بيستنانا. الله يعوض عليك. وداد روحي انت ارتاحي. ومين يديلك الدواء؟ سعيد موجود. تصبح على خير. انت من اهله. وما قال لكمش حاجة؟ لا ما قالناش، وقالنا ضافوا الوكالة وبس. طيب. أعوض. ها أدودك إيه؟ مش عارفين. كذاب. مين؟ أنا؟ لا ده أنا. أنت بتخبي عليا. اسمع يا سيدنا، اسمع، اسمع. لازم باهر هيفتح محله تاني. افتح يا شيخ، هو معاه اللضا؟ ده لسه مديون. بالك يا عم مبارك، لو ما فتحش محله صحيح تبقى لك الحلاوة. ده منصور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيد منصور. اهلا بيك. يا ألف يا ألف الحمد لله على السلامة. طيب. الله يسلمك. أيوة يا أستاذ تمام. وحشتنا. والله حلقتها يا أسطى. اللي ما حد بنشوف. هو
وانا نسيت المكيساتي. صباح الفل على وجه الحسن. اهلا عم مبارك، ازيك؟ الله يحفظك. والله يا جماعه ما تاخذوناش عن اذنكم عشان بدي اشوف الخان بتاعنا. اتفضل اتفضل اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا مولانا. ازيك يا ابني يا منصور؟ الله يحفظكم. وازاي السيد باهر؟ الحمد لله، أشيت معدن. الحمد لله. على فكرة يا ابني، أنا علي لكم قرشين. مش بتوع حتة القماش؟ يا مولانا العز واحد، دول كأنهم في الجيب. الله يسترك يا ابني. ان شاء الله تكون انت فاكرني. بايه؟ بايه؟ القبطان اللي خلتني فصلتولك. هو خلص؟ خلص خلص من زمان. انما انما ايه؟ انما انما انا محسوبك. ايه بقى كده؟ مبارك مبارك، ايه ده كله؟ هو انت لسه شفت حاجة؟ ده الباقي لسه في الطريق. يا مشاعر، ان ايام انتهت. الله لا يقدر. انا مش ناسي مرقتك معايا وسهرك علي. انا عملت الواجب. وداد، بقالي مدة ما سمعتكيش، غني لي. أحب إن آخر حاجة أسمعها في الدنيا دي صوتك يا وداد.
هات الشكمانين. أنا ليا في
مصر خريف من حب وما بنام الليل على بلدي المحبوب وديني على بلدي المحبوب وديني ده وقتي والبعض كويني على بلدي ادي يا عمي المبلغ اللي باقي عليا مع الشكر العظيم. لا شكر على واجب يا ابني، وانا هبعت لك الحجه ومفتاح البيت. كفر خيرك يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خلي بالك يا منصور، انا رايح اتوضا. اتفضل. يبقى ابعت لي بكره كمان اربع حتت صابون. ده صابونكم وحشني قوي. والله وانت فلوسك وحشتنا قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبارك يا سيد منصور. الله يبارك فيك. ايوه كده يا اخي، قطعت ألسنة ولاد الحرام. ألسنة ولاد الحرام؟ لازم ده خياط الكلب. سلام عليكم. والله لا اوريه. سلام عليكم. يا مرحبا. تعال هنا يا راجل يا قليل الادب. كنت بتقول ايه على السيد باهر؟ انا حتى الله ما قلت حاجه. عجايب. امال مين؟ والله يا سيدي ما حد قال الا مبارك السقا، هو اللي طول النهار نازل يقول وعي في السوق بذمتك بشرفك. نهاره اسود الراجل الضلالي ده. والله العظيم العافيه اهو كده. خلاص يا معلم، خد حق الشركه، انا ما احبش المغالطه. انا مغالط يا معلم؟ طيب ده انا راجل. ده انت راجل بطال كذاب منافق. مش عيب عليك يا راجل يا ضلالي تمسك سيرة السيادة وتدور تملى السوق كله بكلام فارغ على سباهر. على سباهر؟ ايوه. انا؟ ابدا والله. عجايب. ده انا سمعت من معلم فريد. انا يا راجل؟ مش انت اللي جيت وتقول لنا انه فلس خلاص وعرف؟ شوف. تعال هنا، تعال هنا. اقول لكم الحق. امال تقول لنا ابن عمه؟ الشيخ يزدي هو اللي قال لي، وانا والله العظيم مبسوط. الشيخ يزدي؟ ايوه. طيب وتقول كده في وشه؟ معلومه اقول له. انجر قدامي. يا اخي حاطط رقبتي، رقبتي هتتكسر. امشي قدامي يا كلب. يا راجل يا ضلالي تعيب في حق السيد باهر. حيلك حيلك، ما تتحمقش كده قوي يا خي. هو مش كان فلس؟ شوف يا لك كلامي. ده بقى على كده، ده انت السبب في اللي حصل كله. يعني هو مش كان فلس صحيح؟ يا اخي فلس في عينك راجل، ما تختشيش. انا ما اختشيش يا منصور. ايوه يا يزدي. طب لم لسانك احسن لك. وان ما لمتوش يعني هيحصل ايه؟ اتبصصت عينيك. انت اتبصصت عينيك؟ كده يا منصور. يا منصور يا منصور، تموت يا منصور. ده راجل كبير يا منصور، راجل كبير. لا حول ولا قوه الا بالله. راجل كبير يا منصور، تموت يا منصور. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اتق الله يا ابني.
الله.